الله ونعم الوكيل. شنو شحال الفلوس مشاو لك تينا؟ مشاو لي 14 مليون ونص. مشى لي اسيدي تضوني مليون دفرك في الاول، طمعونا بمليون دفرك ودونا 14 مليون ونص شهر 10، وكتدخل علينا كتقولنا استفدنا حنا ما استفدناش، ما استفدناش باقي ما استفدنا لحد الان، وباقي هربانه الادمينه ديالنا جميلة اليوسفي، وحيدت لي السلسلة من عقد الذهب وقالت لي اجي ادخل فيها غتستافد اكثر واكثر. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. حنايا كنطلبوا بالعقوبة، اقصى عقوبة يرجعوا لنا فلوسنا. حنايا خدنا فلوسنا، حنايا دبرنا عليهم وخدمنا عليهم وعطيناهم لهم باردين في يدهم ولا ضرحة. حسبي الله ونعم الوكيل. خاي شنو نقول لك، حد الساعة ما كاين لا امل لا والو، باقي ما قالوا لنا حتى شي حاجة. باقي حنايا كنقول لك تبعوا القضية ديالكم، تبعوا المحامي ديالكم، باقي ما شفنا والو. تقريبا المجموع ديال الفلوس اللي مشاو. ما كتبش عليك، انا ما دخلتش واحد المبلغ صراحه كبير، ما دخلتش بمبلغ كبير، لكن كاين الناس اللي داخلين ب 12، كاين داخل ب 13، كاين داخل ب 50، كاين دابا كيدخلوا واحد وحده كتجيب 10 اخرى كتجيب 20، فهمتي؟ يعني الناس بزاف اللي كلاو الدق. هاد السيمانه هادي ماتت وحده مسكينه، هاد السيمانه ماتت بلا اللي انتحروا، بلا اللي طلقوا، بلا اللي سبقوا عليهم. المراه كانت كتدخل بلا الاسم دراجلة، ما عرفتش راجلة راه عاطيها واحد المبلغ كتخدمو مخبعه دوار الزمان، كتقول غادي نخبعو وغنزيد عليه باش نقضي شي حاجه لولادي. تسقط مسكينه الدوله كل شيء، صحت في الشارع هي وليداتها هي وعائلتها، كل شيء في الشارع. شو ما عيب، حنايا الناس اللي مزنايا ومشات لنا فلوس بزاف ماشي شويش، كل واحد كاين اللي مشات له 26 28، كاين اللي مشات له 14، كاين اللي مشات له، لان حنا تابعين الناس بزاف، كاين اللي مشات لهم 9، كاين اللي مشات لها 8، والناس كلهم ما عندهمش. ها اللي بعت الذهب ديالها، ها اللي بعت الحويجات ديالها، ها اللي الناس مراطين دابا وما لاقيين شي تمشي دوزو اولين على ديك الفلوس هذيك. حنا تنطلبوا القانون باش ينصفنا، ما بغينا حتى شي حاجه يا اخرى. الناس اللي دات فلوس ترجعنا فليسات ديالنا، حنا غير الدراوش. وحنايا الناس حنا انا واقفه، انا فيدي واقفه على الناس بزنايا اي على الدراوش، ما عندهمش والله ما عندهم. الناس مساكن ماشي حنا قبح الله الفقر. الناس كتجي كتقول لك انا نعطي واخا غير اللي قسم الله باش ناخذ باش نستافد وليداتي باش نقري وليداتي، ماشي باش نعملوا شي حاجه والمشاريع وهادي. الناس ما عندهمش، دراوش دراوش والله القسم، ما كنعسوش ما كنعسوش. كيجيو عندنا كيقول لك ايوا شنو درتو شنو عملتو. الناس اللي حنا هزينهم على العاتق ديالنا، حنا ديكلارينا وقفنا على اساس اننا ما يبقاش الرقبه ديالنا، ما تبقى حتى واحد على الرقبه ديالنا. مين الناس، ما الناس هربانين، اللي دايا الفلوس هربانه، كاين اللي هربانين. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حنا غير بعد الناس تقريبا اكثر من 60 مليون، غير انا بوحدي 28 مليون. الناس اللي معايا واحد السيده بوحديتها تقريبا 14 مليون، اخرى 9 مليون، اخرى حنا اربعه الناس اخرى 8 مليون، غير هادو التوتال ديالهم. كنتواصلوا معاها؟ ما كتواصلش معانا، ما كتواصلش معانا، كتقول لك انا ما عندي ما نعمل لكم، انا بيدي شبرت فلوس وعطيتو. كتقول انا بيدي شبرت فلوس وعطيتو، ولكن حنايا كنقولوا خاصنا نوقفوا. انتي عطيتيني فلوس ديالك خاصني نوقف معاك، ماشي نسمح فيك ونمشي. حنا سامحين في وليداتنا، سامحين في المحلات ديالنا، سامحين في رجالتنا، وجايين واقفين هنا علاش؟ علاش ومغطين وجهنا علاش؟ حشومه هذا عيب وعار. زعما كنا حسبي الله ونعم الوكيل ما كنعسوش، كنقولوا يا ربي ترجع لنا غير في سد الدراوش. والله حقي ما بقيت كنهضر عليه، كنقول يا ربي غير صحابي وجيراني وعائلتي والناس اللي كيجيو لعندي مساكن بغيناهم غير يشبروا في سد ديالنا. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، قدر الله ما شاء فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم برحاب المحكمة الابتدائية بطنجة، كانت أولى جلسات محاكمة مجموعة الخير اللي كانت في واحد الجو اللي هو قانوني طبعا. تم استقدام وإحضار جميع المتهمين السجن المدني بطنجة، بالنسبة طنجة جوج بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء السجن المدني بأصيلة تم استقدامهم بالجلسة المحاكمة العلنية. كان الحضور مكثف، كان الحضور الضحايا اليوم لحد الآن ما زال الآن في رحاب المحكمة. تم التأكد من الحضور المتهمين، التأكد من هويتهم وأسمائهم، التأكد وتسجيل أسماء الدفاع ديالهم بعد الدفاع اللي حضر مسجل المؤازرة ديالو المتهم حقهم القانوني. كذلك تم تسجيل نيابة بعض المحامون على الأطراف المدنية والأطراف المشتكية، وتعطات الجمهور الضحايا اللي كانوا حاضرين بالقاعة المشتكون. السيد الرئيس الجزء مشكورا شرح لهم بانهم هما من حقهم انهم يتقدموا مطالب مدنيه، سواء من خلال تنصيب دفاع عنهم او انه مباشره يؤدي رسم جزافي في صندوق المحكمه وتقدموا مطالب المدنيه. السيد الرئيس حدد
الموعد الثاني الحلقه الثانيه من هذا المسلسل مجموعه الخير هو نهار 27/11 بهذه المحكمه طبعا، باش كذلك قصد تمكين الجميع سواء المتهمين باش يحضروا الدفاع ديالو او كذلك بالنسبه للاطراف المشتكيه باش هما يتقدموا المطالب ديالهم ويوجد الدفاع ديالهم ان شاء الله. شحال عدد المتهمين اللي حضروا اليوم؟ دابا 19 معتقل ومعتقله اليوم، اللي كانوا 18 وتم ضم احد الملفات. في صراحة كاين واحد كاين متابع في حاله صراحة. واحد متابع. مبالغ المال الماليه ما نقدرش نحدد لك، مبالغ طائله تقدير العام. لان اللي حضروا اليوم ما قاعه كتعامه، شوف بيدك قاعه كتعامه، العام كانت ما نقدرش نقول لك، ما نعرفش، لان قاعه كبيره وكانت مكتظه بالناس وكان صراخ وكان الناس في اخر الجلسه يعني عبروا على الالم ديالهم. على الضيف كيف تامل انه الناس يرجعوا له كي تشوف؟ انا تنامل بحاجه وحده، الامل دائما موجود، دائما ما حد انه الروح تطلع وتنزل في الجسم الانسان، الامل موجود، تتبقى على اساس بان امل طبعا كاين، لان القانون يحكم بارجاع المبالغ ان شاء الله. كاين بعض الناس رجعوا لكم مبالغ وللاسف انهم ما تصرحوش. انا نتمنى كاين الناس اللي تثبت المبالغ ديالها تصرح في الاعلام تقول لي فعلا رجعت لي فلوسي. كاين الناس رجعت لهم فلوسهم في اطار تنازلات في اطار تسويات، تعرف بزاف الناس رجعت لهم فلوسهم. اي ولكن يجيو الاعلام من عند المتهم طبعا، بعد المتهم اداو بعض الناس وعطاو تنازلات وعطاو تسويات، وكاين المتهمين في حاله صراحه ادو، ماشي كاين متهمين في حاله صراحه ادو يعني ماشي في هذا الملف هذا، ولكن متابعين ادو عطاو الناس داو الفلوس، ولكن للاسف ما تعرفش علاش الناس يسكتوا، تديو الفلوس يسكتوا، نهار اللي جاو قدموا شكايات وقالوا فلوسنا ضاعوا سكتوا هضروا، ولكن نهار اللي شبوا الفلوس ما قالوش بان الناس راه حنا تنشبوا الفلوس بهذه الطريقه كيفاش شبانا الفلوس. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.